وصفتي النهاردة هتطول شعرك وكمان هتملى الفراغات، ولو شعرك بيتساقط هتوقفه تماما. الوصفة دي اسهل حاجة فيها ان انت هتعمليها وانت بتغسلي شعرك وهو مبلول، فلا هتضايقك ولا ساعتين وصفة، فكملي معايا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة يا بنات الوصفة اللي انا جايبها لكم يعني وصفة سريعة وفي نفس الوقت بسيطة جدا، مش هتكلفكم حاجة، وكمان ولا هتحطوها مثلا ساعتين او فيها زيوت فيها عسل، الحاجات اللي بتلزق اللي انتم مش بتحبوها وتبقى مزعجة معظم الوقت. فالوصفة دي احنا حاجة كده هنعملها في الشامبو بتاعنا، هنحطه على شعرنا كل ما نيجي نغسل شعرنا، يعني الحاجة دي هتتحط في الشامبو، واحنا لما نيجي نغسل شعرنا فالخصائص بتاعتها او الفايدة بتاعتها هتنزل في شعرنا، فهتبقى كويسة جدا، هتطول لك شعرك، هتمنع التساقط، وكمان هتقويه وهتكثفه لو انت شعرك خفيف او قليل. المكون النهاردة اللي عندنا يا بنات هو القرنفل. القرنفل يا بنات معروف ان هو يعني مكون جامد جدا او قوي جدا للشعر من ناحية التطويل. وعلى فكرة البنات اللي متابعيني من زمان، انا نزلت قبل كده وصفة عن القرنفل لوحده كبخاخ للشعر، وفعليا لحد دلوقتي بنات بيقولوا لي ان احنا لما بنبطله بنرجع له تاني. فكل المكون الوحيد اللي هتستخدميه النهاردة هو القرنفل بس، يعني لا هتتكلفي ولا تجيبي حاجة ولا الموضوع هيكون واسع معاكي ولا كبير. فالأول خليني أقول لكم القرنفل أصلا فايدته إيه للشعر. بنات معطر للشعر جميل جدا، انت لما تستخدميه بيخلي ريحة الشعر رائع، وكمان لو انت عندك شيب في الشعر فبيرجع شعر لشعرك لونه الطبيعي، تمام؟ دي حاجة تانية، يعني انت لو شعرك اصفر هيرجع لونه الاصفر، لو انت عندك مثلا خصل بيضة، لو انت شعرك اصلا في الاصل اسود هيرجعه اسود. اولا بقى يلا بينا نعمل مع بعض الوصفة واقول لكم ازاي احنا هنستخدمها. الوصفة دي يا بنات انت بتجيبي الشامبو بتاعك، اي نوع شامبو، يعني اي نوع شامبو انت عايزاه، لكن لما تيجي تسأليني ايه افضل نوع شامبو، استخدمي الشامبو الخاص بالاطفال، لان الشامبو الخاص بالاطفال مش بيحطوا فيه خصائص الشامبو اللي بتنشف الشعر اللي بتبقى قاسية على الشعر، لان برضو ده مهما كان شعر بيبيهات فهم بياخدوا بالهم من المكونات اللي بتتحط في الشامبو ده. انا عن نفسي بفضل استخدم الشامبو بتاع الاطفال زي جونسون، تمام؟ بصراحة انا بفضل جونسون جدا جدا عن اي جامبو، بس ما قدرتش ان انا اطلعه النهاردة في الوصفة بتاعتنا. دلوقتي يا بنات انت بتفتحي الشامبو بتاعك عادي وبتبدأي ان انت تحطي فيهم القرنفل. انا هقولك الكمية اللي هتحطيها، لو انت الشامبو بتاعك جديد يعني لسه فتحاه دلوقتي ولسه هتستخدميه والكمية كبيرة، هتحطي 20 حباية من القرنفل بالظبط، بلاش تقللي، 20 حباية من القرنفل. وكمان ملحوظة، القرنفل يا بنات هيغير لون الشامبو، يعني هيبقى شوية غامق مش اسود، لأ يعني كأنه كده ايه، كأنه حاجة اتحطت عليه صفرة او بني غامق، تمام؟ بس ده ولا تحطيه في دماغك، ده انا عايزة اقولك ان دي مكونات القرنفل المفيدة، يعني انت متخيلة ان اللون ده هي المكونات المفيدة اصلا لشعرك. فحتى انا لما حطيته والدتي قالت لي ايه اللون ده انت حطيتيه في الشامبو، قلت لها يا ماما كذا كذا، فبصراحه حتى حسن لها شعرها جدا، كان بيتساقط وكده فمنع تساقط، وكان في قشره منع قشره تماما. لا القرنفل بالنسبه لي انا وللي في البيت بصراحه جاب معانا نتيجه كويسه جدا. بالنسبة بقى عشان اكمل لكم من غير ما انسى، الشامبو الكامل 20 حبة، لو انت عندك نص شامبو يبقى 10، لو انت عندك اللي هي القعر او ربع هتحطي 5. دي بس الكمية اللي انت تستخدميها، وبعد كده اول ما تحطيها مش هتستخدمي على طول الشامبو، لا هتسيبيها تتنقع في الشامبو بتاعك يوم يومين، وبعدين تغسلي شعرك عادي لو انت عايزة. ولو خدتي بالك افضل ان انت تنقعيه يعني يومين كده او يوم، تسيبي شوية القرنفل يتفاعل مع الشامبو وينزل الخصائص المفيدة بتاعته في الشامبو، تمام؟ دي الطريقة اللي انا بستخدمها يا بنات لتطويل شعري. لو انا ما عنديش وقت استخدم زيوت، لو انا مثلا جاء عليا وقت كنت بنزل كل يوم، يعني مش ببقى حابة ان انا في حاجة تكون على شعري،
الحاجات دي كلها. فانتي لو انتي ربة منزل، لو انتي مش بتحبي تحطي حاجة على شعرك، دي افضل وانسب وصفة للناس فعليا اللي عايزين يعني ياخدوا الامور بتاعة الشعر سريعا. الوصفة دي فعلا هتجيب معاكي نتيجة. لو انتي بتنزلي تشتغلي مش عايزة زيوت على شعرك او ريحة في شعرك، لو انتي ما بتحبيش اصلا الحاجات الملزقة على الشعر ومن النوع اللي انتي بتقرفي، فالوصفة دي فعليا تحفة، لان انتي بتغسلي شعرك وبعدين بتدلكي فروة شعرك 5 دقايق بالشامبو اللي بالقرنفل ده، وبعدين بتغسلي شعرك يعني كأنك بتغسلي شعرك عادي، مفيش زيادة. انتي بس بتاخدي الحبة بتوعك على ايدك وبعدين تبدأي تحطيهم على شعرك المبلول، وبعدين تفضلي تدلكي فروة راسك 5 دقايق بالشامبو. بلاش اقل من كده او اكتر من كده عشان شعرك ما ينشفش، لكن اقل من كده القرنفل مش حي يعني مش هيفيد فروة راسك قوي، فاتأخري شوية يعني 5 دقايق اخرك، وبعدين ترجعي تغسلي شعرك عادي وتحطي البلسم بتاعك. بس هي دي وصفتنا. انا عارفة ان انا رغيت، بس انا كنت بحاول اوضح لكم، لان اكيد الناس هتيجي تقول لي دي وصفة بسيطة جدا وكلام كتير. لا، الوصفة دي فعلا بسيطة وكمان بتجيب نتيجة، مش بس من بسيطة وخلاص، لا بتجيب فعلا نتيجة. القرنفل الناس اللي بتستخدمه فعليا ادمنوا عليه. انا عن نفسي اي وصفة شعر بحط فيها القرنفل على طول، اروح اشرها كده في الوصفة. فبس يا بنات، احنا وصلنا كده نهاية الوصفة بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك لقناتي وتفعيل زر الجرس. بنات انا بتعب جدا في عمل الوصفات، بس طبعا عشان عيونكم تعبكم راحة، بس فعليا انا عايزة دعم وعايزاكم ان انتوا تفرحوني بلايك وكومنت جميل زيكم. بس احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناتي يوميات صوفي، هتلاقوا اللينك بتاع اول كومنت وكمان في صندوق الوصف. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.